بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول: بما تميزت الرسائل في عصر صدر الإسلام؟ تميزت يا شباب بعندنا الوضوح والإيجاز اللي هو الاختصار، تمام، والبعد عن التكلف اللي احنا لسه كنا قايلينه من شوية يا شباب، ان بدأت الدولة الإسلامية بنشر الرسائل دي في كل مكان، بس محتاج ان انا اقول كلام مختصر ومفيد، مش انا مش بعمل رساله فيها بلاغه بزياده او فيها صنعه بزياده لفظيه او فيها محسنات لفظيه، لا انا محتاج ان انا ايه اعرض الفكره سريعا علشان اشوف استجابه الناس. تمام؟ يبقى ده اسمها تميزت بالوضوح والايجاز والبعد عن التكلف. واضح؟ كلمه البعد عن التكلف يا شباب يعني تحررت من قيود الصنعه اللفظيه. زي مين؟ زي الخطاب. تمام؟ يبقى معنى البعد عن التكلف ان هو لا عدم استخدام المحسنات اللفظية، ماشي، بكثرة او بدون داعي. خلاص؟ ده كده الرسائل. يبقى احنا اتكلمنا عن الخطابة واتكلمنا عن الرسائل. نأتي للوصايا. والوصية هي استجابة أساسا لروح الإسلام. الإسلام دايما في عنده وصية، الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فالوصية ده شيء مهم في حياة الإيه؟ في حياة الناس. فلما نيجي نقول بقى في الآخر يا شباب، إيه أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب؟ القرآن الكريم توحدت اللغة وانتشرت من حيث الأغراض والمعاني والألفاظ والأساليب، أصبحت لغة خالدة. خلي بالكم، اللغة العربية بقت مرتبطة بمين؟ بالقرآن الكريم. ولله الحمد، القرآن الكريم يعني خالد إلى يوم القيامة، تمام؟ فكذلك اللغة العربية هتكون خالدة معه. خلاص؟ لذلك بدأت يبقى في علوم جديدة موجودة في اللغة علشان نقدر نفهم القرآن الكريم أكثر. فبدأنا أحدث يعني لغة علوما جديدة زي النحو والصرف وعلم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. كل ده يا شباب ما كانش موجود قبل كده، لكن لما بدأنا بقى اللغة دي مرتبطة ارتباط كبير بالقرآن الكريم، طيب ما احنا عايزين نفهم القرآن الكريم أكثر. فبدأنا نبدأ نستوعب بقى إن في علم اسمه علم النحو وعلم الصرف وعلم المعاني وعلم البديع وعلم البيان، وتظهر البلاغة بقى بكل أشكالها. يجي يقول لي بقى: وضح أثر الحديث الشريف في الأدباء. طبعا أيضا حديث الشريف فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا وحي يوحى، يعني كل كلام النبي كان وحي من عند الله، فتأثر الأدباء بفصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته وبيانه بالدرجة الثانية بعد القرآن. زي ما تأثروا بالقرآن، تأثروا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا من حكم الرسول حلية، يعني زينة، ماشي، اتخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم زينة يزينوا بها الخطب، والكاتب بدأ يزين كلامه. وانتوا لما تسمعوا مثلا حد بيكلمك، أو قريت كتاب، أو سمعت مثلا خطبة، لما يأتي إلى الخطيب أو المتحدث يستخدم آيات من القرآن، أنت بتشعر إن أنت هتصدقه. تمام؟ ليه؟ ده هو استعان بأصدق الكتب على وجه الأرض، هو القرآن الكريم، واستعان أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيستعينوا بها ليه؟ عشان يأكدوا الكلام بتاعهم. واضح؟ يبقى إذا إحنا كده فهمنا خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وعصر صدر الإسلام والقرآن الكريم كان له تأثير كبير كبير جدا جدا على الشعر وعلى الإيه؟ وعلى النثر. مفهوم الكلام يا شباب؟ طبعا يعني الواجب بتاعنا اللي هي صفحة 13 وصفحة 14 في أسئلة مقالية موجودة، تمام؟ لازم نجاوب عليها. ما ينفعش إن إحنا ما نجاوبش عليها. هنجاوب عليها يا شباب، خلاص؟ سؤال بالإجابة بتاعته كده، يبقى حتى بالنسبة لك أنت ملخص، يعني بالنسبة لك يبقى ده شيء مرجع مهم جدا. تمام؟ ثانية واحدة كده وهتبص معايا على حاجة تانية.
قلت صح ايه معلش؟ كسر تمام قدر صح قدر صح تمام اسلام. تمام يا مستر. أرسل الإسلام دعائم هذه الأمة لتكون رقم أمة ستة، مثالية. انت ستة تمام، صح؟ دعا الإسلام العرب إلى الأخوة والتوحد. صح تمام. اياد، اياد خالد اتفضل. سبعة أرسل الإسلام دعائم هذه الأمة لتكون أمة مثالية تدعو الخير والتعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان. صح تمام يلا مازن. لم يكن الفتوحات الإسلامية على البلدان في عصر الصدر الإسلام أي أثر غلط. طبعا غلط، ده ليها اثر عظيم بنشر اللغه ونشر الايه علوم اللغه. تمام. مين تاني؟ معاذ. تسعه. لم يستطع العرب نقل لغتهم ودينهم وآدابهم. لا استطاعوا. صح لم يستطع العرب نقل، طبعا هم استطاعوا، فالاجابه دي هنا غلط، هو بيقول لي لم. تمام ماشي. عمر، عمر محمد. أصبحت اللغة العربية هي السائدة في كثير من تلك البلدان. صح تمام. بعد ذلك سارة، رقم 11. تهذيب ألفاظ اللغة في محاكاة ألفاظ القرآن والسنة ومجانبة فواحش الألفاظ. صح تمام. دي كانت موجودة عندنا. رقم 12 يا يوسف. التوسع في تهيئة الألفاظ وإخراجها من معنى إلى معنى بينه وبين أو مناسبة. يعني إيه بس؟ أنت بتسأل يعني إيه؟ ما إحنا قلنا لما نقول مثلا كلمة زي كلمة الزكاة ليها معنى في جملة وليها معنى آخر في جملة. أو تمام؟ تبقى فده صح. اسمه التوسع في دلالة الألفاظ. ده معناه صح التوسع في دلالة الألفاظ. ماشي؟ زياد، زياد حسان. حضرتك يا مستر، استعملت الألفاظ الصيام والزكاة والصلاة والمؤمن والكافر في أشياء. ده مثلا تبقى في النثر. ليه؟ دي كانت موجودة في الأدب عموما. ماشي؟ بدأنا يعني نستخدم الشعر ألفاظ. والنثر. ماشي؟ هو ما قالكش فقط. تمام. تمام؟ طيب بعديها عمر عماد. لما يكون هناك طعام قفي يستخدم الأساليب وتفنن في أنواعه غلط. طبعا غلط، ده كان في تأنق في استخدام الأساليب وغير ذلك. تمام يا عادل، رقم 15. دخلت أغراض جديدة على شان من المشاعر بتوع المغازي. صح تمام. أحمد سلامة، 16. الذي فرض شعره المغازي حياة الترف والرخاء. غلط. طبعا غلط، ده حياة الفتوحات والحروب والغزوات، يعني ناس ما ارتاحوش أساسا علشان يوصلوا دين الله إلى كل أرجاء الدنيا. تمام. أحمد النفراوي، رقم 17. من الفنون النثرية التي قويت في عصر صدر الإسلام الرواية. صح؟ إحنا جبنا سيرة رواية يا والله يا مستر مؤمن، برضه مش عارف بس قلت يا نثر. مؤمن أنا ما جبتش سيرة رواية، إحنا قلنا الفنون النثرية هي خطابة، وصايا، رسائل، نصائح. عمر الرواية دي حضرتك أنت تدرسها في ثالثة ثانوي لسه. تمام؟ طب ليه لا جايبنا طبعًا. في أسئلة كل سنة ومستر بالله عليك؟ علشان بالله عليك أشوف حضرتك فهمت ولا ما فهمتش. فبالله عليك ركز، فأنت هتقول لي ما سمعتش الرواية دي، صح؟ تمام؟ بالله عليك بتجيبوها ليه؟ أنتوا بتلخبطونا ليه؟ خلاص يا شباب، طيب عرفنا الواجب بتاعنا؟
ماشي، حد عنده أي سؤال؟ نعم أنا شكرا. بس حضرتك قلت اللي هو السؤال اللي في الامتحان ده هتبقى إجابته إيه؟ حاضر والله، أنا هفتحه بس كده، بس عشان أنا عندي حصة دلوقتي بعديكو. تمام، هفتحه وأبعته لكم على الجروب بتاعكم. خلاص تمام. ماشي، شكرا ليكم وربنا يوفقكم جميعا، ونركز كده عشان بدأنا إن إحنا ندخل على إيه، على